أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا شاب مبتلى بالعادة السرية ولم أستطع الخلاص منها، فمرة أتوب ومرة أرجع، وأنا على هذه الحال منذ سنوات، فما هي نصيحتكم لي وكيف أتخلص منها؟ وهل إذا فعلتها يجب علي الغسل؟ نعم، هذه عادة قبيحة ويمكن التخلص منها، لا كما ذكرت، يمكن التخلص منها بأن تخاف من الله تتركها تبتعد عنها. أما إذا استرسلت معها زادت عليك وزينها لك الشيطان، فعليك بالتوبة الصادقة والابتعاد. ومن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، فأقلع عن هذه العادة السيئة واستعن بالله عز وجل. وأما الاغتسال فإذا حصل منك إنزال للمني يجب عليك الاغتسال مع الإثم والتحريم. نعم.